جمعية كروس تاك بتنظم عشاء سنوي ب 12 أيار بعود ريعه لدعم نشاطات الجمعية. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع رح نستقبل رئيسة الجمعية لكروس تاك السيدة رانيا نصر الله. اهلا وسهلا فيك معنا السيده رانيا نصر الله ويعطيكم الف عافيه. تنتعرف اكثر عن جمعيه كروس تاك، يا ريت بتعرفينا اكثر عن هالجمعيه. مثل ما بنعرف انه هي للتعليم المسيحي. نعم، اهلا فيك كارلا. اهلا وسهلا. الجمعيه لها 21 سنه، بلشت بثلاث اولاد والله بارك، مثل ما بارك كل مشروع صغير فيها بارك كمان عدد التلاميذ اللي فيها. من ثلاثة هلا صار عنا فوق ال 220 تلميذ. حلو. بلشنا بغرفتين، صار عنا صار عنا ثلاث فروع ما بنملك شيء منهم يعني، بس ثلاث محلات مستقبلينا فيهم تنكون عم نعطي هالتعليم المسيحي للولاد للشبيبه للكبار. نعم، يعني ايضا حسب ما عرفنا انه كمان في كنائس بتفتح لكم بوابه ومباركين من سبع كنائس بلبنان. مزبوط. نعم، هيدا الشيء اللي بيميز كروس توك، انه مسكونيه بنسميها بالعربي او ايكيومانيكال بالانجليزي، انه جامعين الكنائس، بمعنى عم نشتغل لوحده المسيحيين. نعم. بطريقه غير مباشره. اخدين بركه هالسبع كنائس من قبل المطارنه ورؤساء الكنائس تبعهم، ان كانوا الموارنه او ارثوذكس او روم كاثوليك، لاتين، ارمن ارثوذكس، ارمن كاثوليك والبروتستانت. نعم. نشاطات كثير بتقوموا فيها، يا ريت بتعرفينا شوي عن هالنشاطات، يمكن مدار السنه بتصير. مزبوط. بس اقول شغله عن هالنشاطات. كل نشاط بكروس توك اساسه هو التعليم. أوكي. يعني بتعليمنا نحن كثير بنركز انه نكون عم نعيش يلي عم نتعلمه، ومن هونيك بنخلق، يعني نطبق يلي عم يتعلموه من الدين المسيحي وكيف معقول يطبقوه بحياتهم اليومية وبحياتهم العائلية ووين ما كان موجودين. أيضا هيدا كتير منركز عليه لأنه هيدا أهم شيء. بقى من هونيك ببلشوا يطلعوا المشاريع. في مشروع طلع بال 2009 اللي نحن كنا اول شبيبه كروس توك بلشوا فيه، وكانوا اول ناس بلبنان مبلشين هالشيء اللي هو قص الشعر وينعطى للمرضى السرطان. نعم. يلي هن خسروا شعرهم من وراء العلاج اللي اضطروا ياخذوه. كرمال هيك في توأمه بينكم وبين سان جود ايضا. مزبوط. وبين وراء هالخطوه يلي قمتوا فيها. مزبوط. وكمان مع اللبنيز بريست كانسر فاونديشن، كمان هول التوأمات طلعوا نتيجة العمل اللي عملوه شبيبة كروس توك أو اللي بلشوه. ووقتها هن بلشوه حبوا هن يعطوا مثل ما بتقول أم تريزا لحديت ما ينوجعوا تيكون مزبوط العطاء له معنى. وبلشوا فكروا هيدا الشيء رح يوجعهم. نعم. وأكيد بكتير فرح عطيو وبلشوا العالم تعطي. يعني ما بتتخيلي كارلا كل جمعة قدي بيصلنا شعر من كل أنحاء لبنان. حلو. يعني هذه الخطوة أكيد يعني عم ترسم بسمة بشخص موجوع، بشخص عم بيعاني أم عم ياخد كيمو، ولكن بس يفكر أنه في شخص تاني قام بهذه الخطوة وقشعره كرماله، قدي بتفرحه هذا الشيء وقدي بيحس حاله أنه منه لحاله بهالدنيا. خطوة جريئة أيضا كمان. معك حق. مشان هيك الـ Children's Cancer Center سان جود بلبنان سمونا انه نحن شركة تبعولن باعطاء الفرح للمرضى طبعا. يعني يعطيكم الف عافيه. تنحكي شوي عن نشاط ملفت وهو جود نيبرز. شو بيتضمن الجود نيبرز؟ جود نيبرز هو انه نحب جيراننا، نحب بعضنا. جيراننا اكيد مش اللي ساكنين بنفس البنايه. نعم. او بالحي، بس مين ما الله حطه على طريقنا. ومن هونيك كمان بلشت نشاطات كتير مختلفة. واحدة منهم هلأ بلشنا من شهر أنه نزور الناس اللي بحاجة لمين يسمع لهم، لمين يحكوا معه، لمين يصلوا معه. أو في شيء متعب لهم قلبهم كتير، مش ضروري يكونوا بحاجة لشي مادي. نعم. نحن ماديا أكيد ما فينا نسند، بس مش حتى عم نفتش على الناس اللي بس بحاجة لشي مادي، حتى الناس الفراغ يلي موجود بحياتهم، يمكن في غضب عايشينه، يمكن في قهر
هذا كله يمكن عم بتوقفوا حده حضرتكم بالإنجيل وبكلمة يسوع المسيح، وكيف معقول يظهروا من هذا اللي فيه. مزبوط، وهي وصية المسيح أنه حب قريبك كنفسك، من هنيك سميناها Good Neighbors. Good Neighbors. وعم نعمل هالشي كمان Good Neighbors مش بس أنه نروح ونسمع، كمان وقت نشوف في حدا بحاجة لشي دغري منساعده. في مرة، في عدة مرات، شبيبة كروستوك مع شبيبة الجمعات اللي بيبعتوا تلميذهم لعنا مثل الاليو راحوا دهنوا بيوت ناس محتاجين، يمكن ما بيعرفون ولكن سمعوا انه هني بحاجة لهذه يعني الخطوة. نعم، يعني بيوتهم كانت بحالة يرثى لها، السقف عم بينزل مش بس عم بينش، عم بيوقع شقف منه. راحوا الشبيبة وزبطوا لهم بيوتهم. يعني بمجرد انه عم تعطوا من كل قلبكم وبنفسية حلوة، دايما البواب بتنفتح قدامكم. السيدة رانيا نصر الله، اهلا وسهلا فيك ويعطيكم الف عافية، وشكرا لوجودك معنا. شكرا لك. مشاهدينا بريك اعلاني ومن بعده بنتابع.